السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في الجزء رقم 11 من سلسلة ميديا وتهيئة الجلد المشترك العلمي. إذا هذا الجزء هذا الهدف منه هو تفكر شوية قواعد التأطير. إذا نبدأ بالجزء الأول أو السؤال الأول نأطره هذا. إذا التأطير 3 زائد ملي كيكون عندي التأطير ديال واحد المجموعة دائما كنأطر هذا الطرف وهالطرف وكنجمع ديريكت، ما عنديش مشكل في المجموع نهائيا. إذا غادي نأطر 3 وبي راه عندنا ونجمع غنديرو هادي هنا ا كيداير ناقص واحد واحد على 3 يعني 3 ا غادي نضرب في 3. إذا غنضرب هنا وهنا وهنا في 3 3 موجب الترتيب يبقى كيما هو. لو كان عندي ناقص 3 ا الترتيب يتبدل، ولكن دابا مثلا عندي 3 ا ونضرب هنا في 3 و 3 و 3 يبقى الترتيب 3 ناقص واحد يعني ناقص 3 3 ا هي 3 ا 3 في 1 على 3 هي إذا مزيان و لدينا هذه و بي كيداير محصور بين واحد و طاو، يعني إلى جمعت ثلاثة هذه و ثلاثة أ زائد بي عندي الحق نجمع مباشرة ناقص ثلاثة زائد واحد ثم واحد زائد أربعة يعني ثلاثة أ زائد بي هنا ناقص اثنان ثم خمسة. إذا هذه الأولى واضحة. شو هذا الثاني؟ أنا قسمي شو هو هذا؟ دائما في الفرق دابا بغيت نفكركم بالقواعد الأصلية في الطرح ما عنديش الحق ندير أ وندير بي وندير ديريك أنا قسمي، لا خصني نأطر ناقص بي هذا وهذا بهذا بالناقص ديالو وهذا عاد نجمعهم شنو غندير هذا على ديالنا؟ بي خصني ناقص بي ضروري. لو كان عندنا ناقص جوج بي خصني ناقص جوج بي، كون عندنا ناقص 30 بي خصني ناقص 30 بي. المهم هذا كامل كنطلب به الاجراءات. اذا بعدنا محصور بين واحد واربعه يعني ناقص بي كيفاش غيكون؟ ناقص بي غادي يكون محصور بين ضربت في ناقص واحد لان بي نضربها في ناقص واحد ناقص بي، اذا انا ضربت في ناقص واحد تتم تغير ناقص واحد في اربعه هي ناقص اربعه تجي من هنا، ناقص واحد في واحد هي ناقص واحد تجي من هنا صحيح؟ و ا محصورة بين ناقص واحد واحد على ثلاثة يعني دابا عندي الحق نجمع في التأطير عندي الحق غير نجمع. إذا كنجمع هذا وهذا أ زائد ناقص بي هذا زدت عليه هذا عرض ناقص واحد زائد ناقص أربعة ثم واحد على ثلاثة زائد ناقص واحد يعني أ زائد ناقص هي أ ناقص بعقلة مزيانة ودي ما عندكش الحق دير ديريكت دير ناقص واحد ناقص واحد واحد على ثلاثة ناقص أربعة لا خطأ خص ضروري تفوت في هذه المرحلة. إذا ناقص واحد ناقص أربعة هي ناقص خمسة، واحد على ثلاثة ناقص واحد هي ناقص جوج على واحد ما كان محسوب ناقص جوج على ثلاثة. إذا الحالة الأخيرة بالله عليكم قبل الفيديو أنا دابا ما عندي نستنى فيك هذا جوج دي في التأطير جوج انتبه معايا مزيان كان الطرف الأول والزوج هذا الاول مقطر نقطر للزوج ياك من بعد ملي كنقطر الاول والزوج كنشوف الا كانوا الزوج بهم موجبين عندي الحق ندير جدل، الا كان واحد بهم ثاني ما عنديش الحق ندير جدل. يعني الجدل الا عندي مثلا اكس محصور بين ا و بي و اي محصور بين سي و دي فوقاش عندي الحق نكتب هذه فوقاش إلا كان أ و بي و سي و دي موجب عدد موجب، إلا ما كانوش عدد موجب ما عنديش الحق نكتب هذا. إذا في الجدا خاص يكون كلشي موجب. غادي نشوف لدينا بي راه باين ما خدش فيه نمشيو عند ثلاثة أ ناقص واحد أ محصورة بين ناقص واحد و ثلاثة يعني ثلاثة أ محصورة بين ناقص واحد في ثلاثة هي ناقص ثلاثة نضرب في ثلاثة عدد موجب و ثلاثة في واحد على ثلاثة هي واحد ياك. وغادي نزيد ناقص واحد هنا وهنا وهنا نزيد ناقص واحد الكل طاح ولا زدت هنا ناقص واحد تولي ناقص أربعة ولا زدت هنا ناقص واحد تولي صفر مزيان. و بي يعني درنا بي خلي هاد البلاصة نكتب فيها بي محصور بين واحد و أربعة واش عندي الحق نضرب هذا بهذا؟ لا علاش؟ لحقاش هذا راه سالي الصفر لتحت راه سالي
ثلاثة أربعة سبعة صفر مثالي، ما عنديش الحق نضرب على هذا ديريكت، إلا ضربت على هذا ديريكت راه غلط. شنو خصني ندير باش نحل هذا المشكل؟ خصني أنا ندمج، باش ندمج نضرب كل شيء في ناقص واحد. إلا ضربت هذا في ناقص واحد يولي أربعة، وما دام ناقص واحد سالي يولي من هنا. ناقص واحد صفر هي صفر، وهنا نضرب كل شيء في ناقص واحد تولي ناقص ثلاثة أربعة ناقص واحد. دابا صفر موجب واحد موجب أربعة موجب أربعة موجب، إذا عندي الحق نضرب على هذا حقاش كل شيء موجب، عندي الحق نضرب على هذا تعقل. ما تشوفش هنا تشوف هذا الناقص مثالي لا خاطيك بهذا الشيء شغل فيه شغل غير هذا صفر واحد أربعة أربعة كوش موجب، إذا عندي الحق نضرب على هذا إذا نضرب بي فشنو غتعطيني ناقص بي في ثلاثة أ ناقص واحد صفر واحد صفر أربعة أربعة ستاش صحيح؟ الو دابا انا ماشي هادشي اللي قالوا لي، قالوا لي بي في 3 ماشي ناقص، كي ندير العيد ناقص ضرب كلشي ناقص واحد، الا ضربت كلشي ناقص واحد ناقص واحد سالي بالتالي درتي 16 ناقص واحد يعني ناقص 16، هذا الا ضربت ناقص واحد تمشي ناقص قال بي ناقص واحد في صفر هي صفر، هذا التطير ديالي صحيح؟ اذا تلاقاو بجوج راهم 12 لا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب ثم تسجيل في القناة لتتوصل بالجديد من هنا، ثم إرسال الفيديو إلى أصدقائك عن طريق أزرار المواقع الاجتماعية الموجودة هنا. إلى اللقاء.